مع جبنا أن نقول كده. أنا أقول هذا الكلام وبالأمس قرحت قدام بيتي عبوة ناسفة بالمكان الذي أنا عندما أروح أوقف فيه بسيارتي وانتظر لما تفتح لي الشركة في هذا المكان انفجر الانفجار. طيب ما قالوا الزحف في 17 رمضان؟ يعني هل الزحف ولا بيت القندي في 17 رمضان؟ يا جماعة أنا قلت لهم نحن نتصافط بالكلمات نتصافط بالإعلام، لا تصافطونا من هذا الصفات الثقيل من هذه القوارح. يعني لقد الدنيا قوارح، ما عن نشتي ولا مكرفون ولا عن نشتي لكتب صحيفة. يا جماعة أنتم رجال إعلام، يعني خلوا نحن نتصافط سياسيين يتصافطوا بينهم. ساعة واحدة أروح أجد سيارتي توقف 5 دقائق لما يفتحوا الأمريكان هذيك حقهم الكهرباء، يعني معهم ضوابط في الكهرباء، وأنا جلست 5 دقائق واقف هذا المكان الذي جلست به بهذا التوقيت قرحت القنبلة. أنا داري من قرحة إني صدق إني كذب، لكن ما هي في بيش ضايا بالتأكيد انفجار هز الحافة وصل، يعني اجتمعت كل أجزاء الأمر هي موجودة. وبعدين أنا كنت هذيك الليلة أمس أنا الحقيقة رحت عندي محمد عبد الله صالح، هذا الرجل يعني هذا الرجل الذي متمرد على كل شيء، يعني رجل ثائر، هو ثائر في يعني مع الفلسطينيين مع كنعان مع يعني في وادي يعني في وادي العروبة. أنا خزنت عنده لا ساعتين، لكن بعدين اتصلوا لي وقالوا قد حصل ما حصل، قد زوجتي قاهي يابس والأطفال حالتهم حالة. أجي أنا طبعا روحت يعني والدنيا قاهي محتشكة هناك، يعني معطقون بلا حدود، والله ما أنا داري منه قرح. الاغتيال التي تعرضت لها أمس قرب المنزل دلت دلالة كبيرة وواضحة أنك تلعب دور كبير جدا في الاتجاه المضاد للقوى الإرهاب والتطرف الذين يضيقون ذرعا من الكلمة، فيردون على الكلمة بالقنبلة وبالمدفع وبالصاروخ، وهذه كارثة. ماذا تقول لهؤلاء؟ السؤال الثاني، هل تقرر موعد عودة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ومتى ذلك؟ أولاً أنا يا أخي أتجنب شوف كلامي كله صعب، إن أنا قلت من الدولة وأمثل الدولة والدولة تحارب الإرهاب تحارب القاعدة، لكن أنا قلت الحشي راجل طيب. ليش أنا قلت الحشي راجل طيب؟ أخاف لاقي لي بالليل؟ هذا ما يصافطوش صاحب القاعدة، لا يخافوا من أمريكا ولا يخافوا من الرئيس ولا يخافوا من أحد، يعني ناس إذا قرروا فعلوا. يعني الإرهاب أنا شوف أنا ما صافط في الإرهاب، أنا ضد الإرهاب تماماً وضد استخدام العنف، وإذا قتلته ما علشان أحسن من علي عبد الله صالح، يعني أنا اللي موظف عند علي عبد الله صالح. الإخوة الذي يستخدموا السلاح لا ترمي بيت الناس من بيته المزقر، لا نفتح هذا المجال. يعني عبد القندي لا يمثل شيء، إذا قتلتموه بكرة أيش هو يمثل؟ يعني خلاص واحد إعلامي بيجي واحد بدل أحسن منه، لكن برضو فكرنا الآخر لا يقل عنك ذكاء، يعني تفتح مجال. وبالتالي الإعلاميين نحن يجب أن نحافظ على دماءهم وأرواحهم. يا رجال الصحاف قال الكلام هذا كله، كان يقول لي سنستخدم أسلحة غير تقليدية والدبابة قايق فوق رأسه، مش دارين الدبابة الأمريكية، وبوش جالس يشوفه ويضحك. وبعدين ايش هو؟ قالوا له توكل لك على الله، لا دخلوه حبس ولا حاكموا. يا اخي تضعوا انه رجل الاعلام هذا هو يقول كلمه، هذه راس ماله. عجبتك عجبتك ما عجبتك شرد عليه بما هو أسوأ منها. يعني فلكن لكن لكن لا نستخدم الصفات بالسلاح. يستخدموا السياسيين، لكن احنا رجال الاعلام يجب ان نقف ضد هذا. وانا ما اقولش انهم كانوا يعني يقدموا اللي يقتلوني، يمكن كانوا يشتوا يخوفوني يعملوا، ما قلت لهم ما شاء اخافش. أنا شو أقول رأيي؟ وأنا رجال شيبة في سن 30، هذوكم إذا قتلتموا ليش تعملوا لي صيف؟ شو يقولوا؟ يقولوا هذا عيال الشهيد. اليوم هذه قدوا فينا السرق وقتلوا قالوا عيال الشهداء. عودة الرئيس قريبة كما قال، هو قريبا سنلتقي، وهو فعلا مرتبط ب لأنه قرع 10 عمليات.